في المرمى طابت أوقاتكم، السلام عليكم. وثائق العربية نت، من سربها ولماذا لم يرد ولماذا لا يرد عليها البرجان، وما رأي القانون فيها؟ الأهلي يستعد لسيول بالقهوة السعودية والتمر، وبيريرا يصارح العربية أرجو أن يساعدني فيكتور. الحرامي الصغير يهدد الشبابيين في موقعة الرياض، ومواقف برودوم في الإقصائيات مقلقة. أهلا بكم. كشف موقع العربية نت على صفحته الرياضية عن وثائق تظهر لأول مرة في الإعلام تكشف تفاصيل عن مديونيات نادي اتحاد جدة السعودي وقرار لجنة الاحتراف القاضي بمنعه من تسجيل اللاعبين الأجانب. وتظهر التفاصيل التي قدمها موقع العربية نت عن تناقضات في التواريخ بين الشكاوى والمديونيات، كما تفصح عن بنود تعرف للمرة الأولى في اتفاقية السلطان البلوي وكيل أعمال اللاعبين ونادي الاتحاد. رغم أن إدارة نادي الاتحاد أصدرت بيانا تشكر فيه لجنة الاحتراف على تعاملها وتعاطيها مع قضية منعها من تسجيل أجانب لصالح فريقها، إلا أن وثائق رسمية تكشفت عبر موقع العربية نت جعلت القضية تتصدر المشهد من جديد. ولفهم الحكاية نعود إلى البداية. خرج الدكتور عبدالله البرقان في حديث تلفزيوني قال فيه لن يتم النظر في أي شكوى تأتي بعد تاريخ 15 من يونيو 2013. العربية نت تنشر صورة من شكوى الوكيل سلطان البلوي مؤرخة في 16 من يونيو، وهو ما يطرح استفهامات عدة. لاحقا الدكتور البرقان يختار الرد عبر حسابه في تويتر ويكتب ما يلي: إن شكوى البلوي التي خرجت ليست الشكوى الأولى، وإن الأولى كانت في الفترة الشتوية للتسجيل من الموسم الماضي، وإن هذه إلحاقية لها فقط، ولم يبرز رئيس اللجنة ما يدعم حديثه من صور أو وثائق. 18 ساعة على رد رئيس لجنة الاحتراف، موقع العربية نت يطرح وثيقة أخرى تكشف عن تفاصيل جديدة، أهمها أن البلوي اتفق مع الاتحاديين على تسديد ديونه على النادي في 2 يوليو لعام 2013، وأن أي اتفاقات أو شكاوى بين الجانبين تسقط بعد توقيع الاتفاقية الجديدة. ويستمر موقع العربية نت في طرح تساؤلات هامة: كيف يتقدم البلوي بشكوى يوم 16 من يونيو يطالب فيها بمستحقات أجل الوفاء بها يوم 2 من يوليو؟ وكيف تقبل اللجنة النظر فيها وتاريخ تسديدها لم يحن بعد؟ وكيف يقول رئيس لجنة الاحتراف إن شكوى البلوي سابقة عن تاريخ 16 من يونيو، في حين أن الوثيقة الثانية تشير إلى أن أي شكاوى والتزامات بين الطرفين تسقط بهذه الوثيقة؟ وحتى ساعة هذا الخبر لم يخرج الدكتور البرقان للرد على هذه التساؤلات، بل اكتفى بالجواب على سؤال لأحد متابعيه إنه يكتفي برده في المرة الأولى. وفي إجابة أخرى لمتابع آخر قال: من أين تخرج هذه الوثائق؟ أسئلة كبيرة خلفتها القصتان الصحفيتان اللتان خرجتا على العربية نت مطلع الأسبوع ستظل متداولة، وسيتم استدعاؤها في أي قصة لاحقة ما لم يضع الدكتور عبدالله البرقان النقاط على الحروف ويقطع دابر الشكوك كما يفعل كل مرة. أشير إلى أننا اتصلنا بالدكتور عبدالله البرقان وطرحنا أمامه أو عليه هذه التساؤلات، فقال أنه يرى أن مصلحة لجنته ألا يخرج، واعتذر بكل أدب عن الخروج والتعليق على أي من هذه المواضيع. سيكون لدينا ضيفين، الأول من الرياض أحمد الفهيد رئيس القسم الرياضي في العربية نت يلتحق بنا الآن من الرياض. أحمد، يعني سؤال مطروح اللي طرحه الدكتور عبدالله البرقان خلينا بنقوله في الأخير، لكن لماذا تم فتح هذا الملف صحفيا رغم أن الاتحاد سجل لعيبته الأجانب وانتهى هذا الملف تقريبا؟ اولا استاذ بتال، احنا يعني غير معنيين بان الاتحاد سجل او ما سجل، يعني في النهايه ان سجل الاتحاد فمبروك له، ولا لم يسجل ف
لجنة الاحتراف بحسب أنظمتها وقوانينها هي التي منعتها التسجيل. لكن تسألني لماذا الخبر الآن؟ لأن الوثائق يعني حصلنا عليها الآن أو وقعت بين أيدينا الآن، وأنت تعرف أن العمل الصحفي يتطلب في مثل هذه الحالات، يعني إحنا نطرح الأسئلة، إحنا لا نتهم أحد ولا نشكك في أحد. يعني أنا شخصيا أثق في الدكتور عبد الله البرقان وأحترمه، نعم، وأصفق له حتى الآن على الأقل، يعني رجل مجتهد ويحاول قدر الإمكان يعني التغيير وضع نقاط الحروف. لكن الإنسان يعني يخطئ ويسهو ويعني من طبعه النقصان. فإحنا نطرح التساؤلات اللي 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 حاصل، يعني لما يظهر الدكتور عبد الله البرقان كرئيس لجنة احتراف في حوار تلفزيوني لصالح قنوات ام بي سي ويقول انه اخر موعد لقبول الشكاوى هو في 15/6، ثم تتفاجأ بان وكيل اعمال اللاعبين سلطان البلوي رافع خطاب شكوى بتاريخ 16/6 وتم احالته من الامانه العامه للاتحاد السعودي لكره القدم بتاريخ 17/6. احنا نتكلم الان عن فرق يومين من التاريخ اللي حدده الدكتور عبد الله البرقان، فبالتالي التاريخ اللي اعطاناه الدكتور عبد البرقان هو تاريخ يعني مرن فيما يبدو لي، وإن كان من طبيعته أن يكون تاريخ صادق. نعم. هذا أمر. الأمر الآخر أنه في الاتفاقية الأولى أو اللي عرضناها في الخبر الثاني في موقع العربية نت، نعم، تتكلم الاتفاقية عن سداد مستحق بتاريخ 2/7. نعم. والبلوي قدم، سلطان البلوي قدم شكواه بتاريخ 16/6. نعم. فكيف يتقدم بشكوى على موعد لم يحن سداده مثل ما طلع في التقرير الآن؟ طيب أحمد، يعني هل الصحفيين في العربية نت هل حاولوا الاتصال بالدكتور برقان للتعليق على الموضوع قبل نشره؟ أنا شخصيا أرسلت له رسالة نصية طرحت فيها سؤالي ولم يرد عليه. يعني أنا شخصيا ما يعني لا ما أقول المحرر جاب الخبر، أنا شخصيا اتصلت فيه أرسلت له رسالة نصية ولم يرد عليه. طيب هو يعني أنت تعرف يا بالتالي يعني في أنت تعرف بالتالي يعني في النهاية نحن عملنا في يعني في مؤسسات صحفية كبرى، مؤسسة الحياة والشركة السعودية لأبحاث النشر والآن العربية، وأنت تعرف أنه من أساسيات العمل في مثل هذه المؤسسات الكبيرة، نعم، هو التوثيق والتثبت. طيب فبالتالي لا يمكن يعني أن نعرض خبرا خطيرا كهذا ووثائق مهمة كهذه دون أن نسأل الأطراف أو أن نثبت منها. جميل. الدكتور برقان قال على حسابه من أين تخرج هذه الوثائق، يعني تساءل باستغراب كبير. أحمد، ما ترى أنكم خرقتوا جدار سرية بنشر هذه الوثائق صحفيا على الملأ؟ إن شئت تسميه خرق فهو خرق، لكنه خرق مباح. يعني إحنا لا نتكلم عن وثائق تمس للبلد ولا وثائق أمنية تمس سمعة الأشخاص، ولا يعني إحنا نتكلم عن وثائق تمس الأنظمة المتعلقة بمؤسسات رياضية، وبالتالي يعني نرى أنه من خلال الوثائق ومن خلال تحليل الوثائق أنه تم خرق هذه اللوائح أو على الأقل تم الالتفاف عليها بطريقة قد تكون يعني مباشرة أو غير مباشرة، طريقة مقصودة أو غير مقصودة. لكن يقال لا تسأل صحفيا عن مصدره. وإن شئت إجابة بقول لك أنه هذه الوثائق يعني مرت على أكثر من يد مشتركة فيها لجنة الاحتراف ونادي الاتحاد السعودي والوكيل اللاعبين وأيضا الأمانة العامة، فبالتالي هي مرت على أكثر من يد. إحدى هذه الأيدي يعني صافحناها وسلمت الوثائق. طيب أحمد، أنه ما مسحتوا الصدر والورد في الخبر، يعني بتقولون للناس أنكم أخذتوها من الاتحاد السعودي مباشرة، هذا المقصود كان؟ لا إحنا لا احنا الحاجه الوحيده اللي مسحناها رقم التليفونات فقط، يعني الوارده في الاتفاقيه يعني. لكن احنا عرضنا الوثيقتين كما شاهدنا، يعني جميل. كنا نريد للقارئ نريد القارئ ان يطلع على الوثيقتين كما اطلعنا نحن عليها، يحلل هو مثل ما حللنا احنا، مثل يستفسر ويطرح اسئلته. نعم. كما نطرح اسئلتنا. شكرا جزيلا. يعني اردنا نطرحها كما هي من دون تزوير او من دون تشويه. شكرا جزيلا احمد المضطر المقاطعه، ساذهب الى جده. شكرا جزيلا الزميل احمد الفيدر رئيس القسم الرياضي في العربيه نت. شكرا. من جد يلتحق بنا الآن المستشار القانوني فاضل فيومي، هو مستشار قانوني وقارئ اللوائح. صحيح. نعم، كان هناك استعانة فيه في كثير من اللجان الرياضية، اللجان التي تعتمد على اللوائح والأنظمة في أندية وفي اتحادات. سيد فيومي أهلا بك معنا، يعني اطلعت على الأخبار التي أو الوثائق التي عرضتها العربية نت على الأخبار التي تم تداولها بعد ذلك، كيف تعلق على هذا الأمر؟ هل فعلا الأسئلة التي طرحتها العربية نت منطقية؟ تكلم من جانب قانوني. بالتالي أهلا بالمشاهدين العربية. أهلا وسهلا. الحقيقة الأسئلة أسئلة منطقية
وأسئلة قانونية وأسئلة واقعية. الحقيقة المسألة اللي طرحتها الموقع العربية نت مسألة خطيرة الحقيقة، فيها كثير من الخرق للقواعد والأنظمة اللي موجودة في لائحة الانضباط وفي لجنة الاحتراف الحقيقة. نعم. فالمسألة تسجيل الأستاذ مسألة شكوى الأستاذ سلطان البلوي على نادي الاتحاد وحرمان نادي الاتحاد من التسجيل، هذه مسألة خطيرة، وتعذر رئيس اللجنة بعدم الرد لمصلحة اللجنة على الرغم من الأثر لتأخير تسجيل اللاعبين نادي الاتحاد. وأثر ذلك على في مباراته مع في السوبر وفي مباراته بعد ذلك مع العروبة، أعتقد أنه يوجب على رئيس لجنة الاحتراف الرد. إذا نبغى نطرح المسألة ننظر لها من ناحية قانونية. نعم. فالمسألة يحكمها الحقيقة لائحة الانضباط وما جاء فيها الحقيقة من قواعد تنظم لائحة الاحتراف العقوبات. لا، عندنا لائحة الانضباط وعندنا لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين. تفضل. فلائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في المادة 8 الفقرة 16 تقول أن التخلف عن سداد مستحقات اللاعبين أو وكلاء اللاعبين فإن اللجنة الحق بصورة مباشرة الحسم من إعانة الاحتراف أو منع تسجيل اللاعبين وفقا لما تقضي به لوائح الاتحاد. جميل. وأشارت المادة 8 الفقرة 17 أن هذا الحكم في حالة تأخير عن سداد الدخل. نعم. وهنا المسألة المطروحة الحقيقة، هل تم التأخير الحقيقة عن السداد؟ القاعدة الشرعية اللي معروفة الحقيقة والقانونية أن المؤمنون على شروطهم. نعم. واتفاقية الأخ سلطان البلوي وكيل اللاعبين في تاريخ 2 يونيو 2013 واللي تنص الحقيقة أنه هذه الاتفاقية تسقط أي شكاوي وتنسخ أي اتفاقيات أو مراسلات سابقة على تاريخها، فإنه الحقيقة هي ملزمة للطرفين، وكان الأحرى بلجنة الاحتراف الحقيقة النظر في هذه الاتفاقية. جميل. وتفنيدها وقراءة أحكامها قبل الحقيقة. لما نرجع نشوف اللي سوته اللجنة الحقيقة، اللجنة الحقيقة بناء على سوت مخالفتين هنا. المخالفة الأولى الحقيقة قبول شكوى وكيل اللاعبين سلطان البلوي بعد التاريخ المحدد الحقيقة نظر شكاوي اللاعبين وهو يوم 15 يونيو زي ما صرح الدكتور سلطان. نعم. المخالفة الأخرى الحقيقة هو وقوع المخالفة، هل تمت المخالفة ووقعت؟ إذا كان العقد اللي بين نادي الاتحاد ووكيل اللاعبين ينص إلى أنه سداد نادي الاتحاد والتزامه مستحق بتاريخ 2/7/2013، كان الأولى على اللجنة بداية عدم قبول الشكوى، وإذا قبلت الشكوى وقرية أحكام ونصوص العقد اللي مبرم بين نادي الاتحاد ووكيل أعمال اللاعبين كان الأولى لها برضو أنها ترد الشكوى. جميل. لأنه قرارها أيوة أو عدم الأخذ بقرار منع نادي الاتحاد من التسجيل. طيب سيد فاضل، قرارها هنا يكون معيب. سيد فاضل عفوا، هل المحاكم الشرعية قانونيا، خلينا نقول ونخرج من الحكم الشرعي القانوني في المحاكم الشرعية في السعودية أو في أي مكان، نخرج منها إلى لائحة الاحتراف، هل تستقبل شكاوى قبل أن يأتي أجل أي مديونيات؟ يا أخي، القاعدة الشرعية والقانونية اللي تطبق في المحاكم ويجري بها العمل في محاكمنا، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذا بداية. والمؤمنون على شروطهم، فإذا كان الأخ سلطان البلوي استعجل طلب مستحقاته قبل أوانه فكان على اللجنة الحقيقة أن ترد الطلب بداية وترد دعوة وتسمح لنادي الاتحاد بالتسجيل. القرار الحقيقي اللي أصدره رئيس لجنة الاحتراف معيب ومشوب بعيب بالبطلان المطلق، خاصة أنه إذا تبين واتضح من العقد زي ما هو نشرته العربية نت أنه ما يوجد أصلا مستحقات على نادي الاتحاد لعدم حلولها لصالح الأستاذ سلطان البلوي، حسب ما أوجبت الحقيقة الفقرتين 8 في البند 16 و8 في البند 17 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين. نعم. وعليه فإنه الأمر الذي يثير الريبة والشك الحقيقة إصرار اللجنة على تلك المخالفة وعدم أخذها بما جاء بلائحتها وعجزها عن حتى التمسك بلائحتها وما ورد فيها. نعم. شايف في موضوع الشكوى المقدمة من اللاعبين وكلام ضد الأندية، وكذلك إصرار اللجنة الحقيقة على ذلك. جميل. الخطأ وإصرار اللجنة الحقيقة على عدم مخاطبة أو إجابة نادي الاتحاد على مخاطباته لنفي إثبات تهمة المخالفة عنها، وهذا الحقيقة أمر يثير الشك والريبة. وأنا أخيرا نعم.
أقول إنه الحقيقة الأسئلة اللي طرحتها موقع العربية نت أسئلة مشروعة وأسئلة صحيحة، فالقرار اللي أخذه رئيس لجنة الاحتراف هذا قرار مشوب بعيب. طيب طيب السؤال المهم الآن، إذا ما اتفقنا معك يعني محامي فاضل، إذا ما اتفقنا معك على كل ما قلت، مش الفائدة؟ الاتحاد خلاص انتهى الموضوع بالنسبة له، هل يمكن أن يتقدم بشكوى، يتقدم بملاحقة قانونية مثلا تعويضية؟ في إجازة لو سمحت، ما بقى عندي وقت. لأن أقول لك ليش، لأنه الأثر الحقيقة اللي أحدثه قرار لجنة الاحتراف ورئيس لجنة الاحتراف على نادي الاتحاد كان أثر الحقيقة كان أثر سيء على النادي، تسبب في حرمان النادي من لاعبته الأجانب في مباراة السوبر وفي مباراة العروبة الأولى. نعم. الأمر الحقيقة اللي تسبب في أضرار نادي الاتحاد، ومن حق نادي الاتحاد الحقيقة التقدم ضد اللجنة بالتعويض عن ذلك. ليس ذلك فحسب، أنا حقيقة أعتقد أنه إدارة نادي الاتحاد ما ألومها الحقيقة، أنها سايرة اللجنة أخيرا وافقت على التسوية اللي فرضتها عليها اللجنة على الرغم من مخالفتها للنظام. نعم. شايف، وكان الأول، ولكن ألومهم الحقيقة على عدم طعنهم في اللجنة وحياديتها وحتى في أعضاء الاتحاد. شكرا جزيلا من لجؤوا لهم الحقيقة. شكرا جزيلا فاضل فيوم المستشار القانوني المحامي الممارس المهنة حاليا، شكرا جزيلا لك. أعيد وأكرر، اتصلنا بالدكتور عبد البرقان، اتصلنا عندما اعتذر أيضا بنائبه دكتور عبد اللطيف هرش وقال لا يحق لنا أن نخرج ونعلق، لأن المتحدث الرسمي للجنة فقط هو دكتور عبد البرقان الذي اعتذر بكل أدب عن الدخول في هذا الموضوع. وقفتنا الأولى، نعود بعدها لنتابع في المرمى وفي برتغالي بيريرا في حديث خاص بالعربية من سيول. أتمنى أن يساعدني فيكتور أمام الكوريين. وفهد بن خالد متفائل وفيكتور بلهجة تحذيرية، لم ننسى أخطاءنا في نهائي العام الماضي.